خيط التبطين اللي هو شو الفلات شو اللي هي حدوة البطانة اللي يكون شكلها انسياب، تلاحظ هو انبوب من الحديد نفس معدن الكيسينج نابي بالتبطين، شكله انسيابي يحتوي على قناة مركزية لخروج سائل الحفر، ويحتوي أيضا على فتحات جانبية. أيضا لخروج سائل الحفر راح نتطرق أنه شنو الغاية من هذه الفتحات. كذلك يحتوي على صمام لا رجعة اللي بداخل الكرة NRV، تعمل صمام لا رجعة تسمح بمرور ملاط السمنت وما تسمح برجوعه. الغاية تلاحظ انه شكله انسيابي، هاي قطعة من السمنت وراح اشوفكم مقطع لاخ انه مكسورة. الغاية منها انه اثناء عملية الانزال وجود بعض البروزات او النتوءات لانه يكون التجيف يعني متعرج، فلهذا اتطرقنا في ملحقات خيط الحفر انه مع المنعمات والموسعات تنعم الغاية منها على مود انزال البطانة او المعدات بصورة انسيابية. فلهذا انه في حالة انزال الكيسينج انابيب التبطين راح ترتطم بهاي البروزات والنتوءات، وبالتالي راح تضرر الحافة الاولى للكيسينج. فلهذا ينزلون او يتم ربط الشو يكون بها قطعة من السمنت، في حالة ارتطامها اثناء عملية الانزال انه تنكسر قطعة السمنت وما تتأذى الشو يعني حافة البايب، ولهذا راح أشوفكم مقطع لاخ. بالإضافة إلى وجود هذه الفتحة المركزية لخروج سائل الحفر، في حالة انسدادها لأي سبب كان أنه يخرج سائل الحفر من الفتحات الجانبية، وقلنا بيعمل صمام لا رجعة أنه يحتوي على كرة، هذه الكرة أنه يسمح بمرور الماء وما يسمح برجوعه إلى داخل البايبات، وبالتالي راح يسبب لك مشكلة أنه فشلت عملية التسميد ورجوع السمنت إلى داخل البايبات وعدم وصوله إلى السطح أو إلى المنطقة المراد تسميدها. لاحظ الطلاب، هاي هي حافة الشو، قطعة من السمنت مكسورة وما متأذية الحافة، مجرد انه السمنت، وهذا هو السمنت قابل للكسر يعني نقدر هاي الفتحة جانبية. يختلف هاي قطعة من الشو يختلف باختلاف الاقطار الكيسنج اللي انت راح تستخدمها، تلاحظ هذا قطر وهذا قطر ثاني حسب الكيسنج، وهاي هي الفتحات الجانبية اللي يخرج منها سائل الحفر. طبعا كل قطر إلى شو مخصص إلى لغرض الربطة مع الأنابيب اللي تنزل حسب قطر البير وحسب المقطع الطبقة أو العمق اللي أنت راح تنزل به، لأنه اختلافات قلنا بالقياسات، لأنه أنت من تريد تحفر وتحسب الأعماق إيش قد عندك راح تحدد قطر البير مالتك، وبالتالي راح تحدد الكيسينج اللي هو يكون أقرب يعني في المجال بينه وبين جدار البير، الغرض منه على مود يكون المجال لغرض ضخ السمنت ويكون السمنت عازل بين الكيسينج وبين الجدار لمنع تكهفات وطبقات الضعيفة والضغط عالي ودخول المواع وإتلاف المنطقة المنتجة.